وبإشراف أهلهم. جميل. إذا مشاهدينا الأعزاء، كانت هذه جولة سريعة في أبرز أخبارنا المنوعة، ورح ننتقل الحين مشاهدينا إلى تقرير، وهذا التقرير يتكلم عن مشكلة يعاني منها الكثيرين، التهاب المفاصل، واللي طبعا تصاب أو يصاب بها الأشخاص لأسباب مختلفة، ولكن مشاهدين الأطباء يربطون ما بين هذه المشكلة والإصابة بقصور القلب، فما هي العلاقة بين أمراض القلب والمفاصل؟ هذا الشيء بنتعرف عليه من خلال هذا التقرير لطبعا زميلتنا المبدع بير النقبي، ورجع لكم. يعتبر فهم كيفية تأثير التهاب المفاصل على مرض القلب يساعد الأطباء على تحديد ومعالجة المرضى المعرضين لهذا الخطر قبل ظهور الأعراض عليهم. وأثبتت بعض الدراسات الحديثة أن هناك علاقة وطيدة بين كل من التهاب المفاصل وقصور القلب. الحقيقة المفاصل لها علاقة قوية بالقلب، وبترتبط بجميع أجزاء القلب والتفاصيل والمكونات بتاعته. التهابات المفاصل عموما ممكن تؤدي الى اصابه في الشرايين، في الاورده، في الغشاء المحيط بالقلب، وفي الصمامات. ولو مسكنا كل واحده من دول نقدر ان احنا نعرف هي ازاي بتصيب القلب وايه علاقتها بيه. بدايه بعض انواع التهاب المفاصل ممكن تؤدي الى التهاب في مصاحب ليها في غشاء او البطانه اللي جوه الشريان، وتسبب الى التهابات في الشرايين وتضيق في الشرايين ومنع وصول الدم لعضلة القلب. الحاجة التانية انها ممكن تسبب نفس الالتهاب بس في الأغشية الداخلية للقلب المحيطة بالصمامات، تؤدي الى تضيق في الصمام، والصمام الميترالي او الصمام الأورطة، واحيانا تبقى هي العرض بتاع المرض. احيانا التهاب الصمام او ضيق الصمام يظهر زي الحمى الروماتيزمية في ألام والتهابات للمفاصل الكبيرة في الجسم. الحاجة الثالثة انها ممكن تسبب التهاب في الغشاء المحيط بالقلب، واحيانا ده يعمل ألم في الصدر، احيانا يؤدي الى تكون ماء حوالين القلب في الجزء المحيط به، واذا زاد عن كمية معينة يؤدي الى انخفاض في الضغط وتعب شديد للمريض. اكتشف الباحثون أن خطر مرض القلب يتضاعف في الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل، ويزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية. ألمها والتهابها، أحيانا المفاصل تبقى في شكل مش ألم بس، أحيانا تبقى ملتهبة فتبقى تتغير لونها إلى اللون الأحمر، أحيانا تبقى مساخنة، درجة حرارة المفصل نفسه أو المنطقة المحيطة بالمفصل تزيد درجة الحرارة فنحس بسخونة حوالين المفصل نفسه. وتختلف أنواع الإصابة حسب مكان المفصل فين، يعني الحمى الروماتيزمية تؤدي إلى التهاب في المفاصل الكبيرة بالجسم، بعض الألام الأخرى أو الأنواع الأخرى من التهابات المفاصل تؤثر على القلب بتبقى في المفاصل الصغيرة من الجسم، أحياناً ارتفاعات اليوريك أسيد اللي موجودة في الدم تؤدي إلى برضو التهابات في بعض أنواع المفاصل، فكل نوع من أنواع الأمراض بتؤدي إلى التهاب في جزء من المفاصل. النصيحة اللي دايماً بقدمها للمشاهد إن مع أي تغير في إحساسه بصحته أو بتطور لأي ألم في المفاصل أو في القلب عموماً أو في النفس أو سرعة ضربات القلب أو ألام الصدر، أي تغير نتوجه للتشخيص المبكر، لأن كل ما عملنا تشخيص مبكر لأي مرض خاصة أمراض القلب بيبقى العلاج بتاعها أسهل ونتائجه أحسن. لا يؤدي التهاب المفاصل إلى تلف شرايين القلب فقط، بل يصيب الأوردة أيضاً، مما يزيد من خطر الإصابة بتجلط الأوردة العميقة، ويتسبب بالانسداد الرئوي وجلطات الدم في الساقين أو الرئتين.